وياذ إذا غدي تولي أنت قاد إذا غدي تولي مرحبا يسوان السلام عليكم أندمة اللام دي الزير نغبرا أفتمور ثن الزير مرحبا يسوان أنو بنا بوساقين ثذيانت بوساقين نسعد كنا كيران ينفقيو نارا ديك شمني ذنا غي وكنا نهضر أفتمس كان تريضرو نزكا ذي ورقلا ثمس كان تومي سمان مليونية ورقلا أسكان يكبرن تن مقلا أسكان ينزدغن ورقلا أدفغن ويوكنا دينين ألان الغاز نا الغاز الصخري نا الغاز بوزرو نبغى الساقين أكد ينفقون النار أنعرض أنظر يعني أذفو يقين يكتحاوثن شحالي بردان أذي سوسم العباد ودهدرنا را أذي سوسم أكدود ودي قرارا عيني قلان دقولي ساقين نبغى نظر أولا ذا شو يقدران ذا شو يضرون ذي ورقلة ذي الوقت يعني نساقين نهار وقبل ثمس كان تاقين يوم يطان فانزر ميلان أذفو يقين يسوج ذي مانيس يعني بشكنين أذي وث أين ثمس كان تاقين وليت سجار الغاشين أدفغن أكو ذنا عمك نذا وندنيغ إنفقون الناغ لان وقاذي قلان ذي الزير لان وقاذي قلان ذي ورقلا أن عرض أن مقل أمه هذا دينين من كل يوم أنا وين رأي نس نعم كل يوم هذا ديف كثام غلي نس باش نظر في لا بريباراسيون نغا في سوجد تمسكن تاكين رايلين أزكا تمسكن تومي سمان مليونية ورقلا نغد في الغاز دو شيست نا الغاز بزرو إن كوني نزرا الغاز أكين ذيون الغاز تتسون المضرة ثم قراتي العباد ولا غي المال ولا غي الفلاح ذيون الغاز كحوجنا الطاس بومان يوكنين غاتي تسوفغان أمان يقلان دي الصحراء حوجنتن يعني أمان خاص ماشي دي الصحراء إلا خاصا داني ظن تحويجنتن مدان إثم عيش ثنسن إمي ربي نخ وجعلنا من الماء كل شيء حي الماء يعني أمان ذي الحياة أمان ذا الدنيا دونك نبغى انظر الغاز الصخريه كينا الغاز بزروم اشي مين ازافو يجي يبغى غادي يكمل ذي كبريدي سي فان غادي الحق باش كاين ناتي دي سوفا سي داو تمورت من الجزائر و اكدود يوغين اكدود ينا دواليس اكدود ينا ارقب الغرام سوا نشتاقي نبغى نظر ذا غني يدرا لان وكادي قلان دفير الدوسيين يعني الغاز دو شيست اما كاين خاطر شنان دي خيري موسنا وندي سيرسيس خيرا بويد يقد شن دي غنر سيرسيس ناند بلي انشتاقي زمر الحال اذي لي ذا السومة يتخليص الجزائر في جل العهدة الرابعة يمين كوني نزرا وقبل ثفرانين قعدان نزرا بلي يروح جون كيري ارثمورث النا روح عند مقران تمورث فرنسا ارثمورث النا وقين ذيني دنان ديجا الوقت النين النان بلي وقذا قيد يسان وساند بشكل نين ذينين وسلوي تمورث من الجزائر قال لنا غاك وذك ولكن إلا قد خلصت السومة إن بغان كوني النان دي يدرى ثورا الجزائر يتخلص السومة النين يزدل بن ما كان يتجا ثمورث من الجزائر أما دينا تزنزيت إثمورة يقين يوكنا خمن ليزكبيريونس نسن ذي صحراء تمورث من الجزائر لانو قادي قروحان من بعد وناند باللي سلوي تمورث من الجزائر ماس عبد العزيز بوتفليقه يدي ناند باللي الكازاكين ذي الهيبه صغور رب العالمين ناند باللي الصح ذي الهيبه صغور رب العالمين ما نكتيني الهيبه يقيث بغيت تتفكض اي ثمورا للخارج كونو يدي هدرن يعني غذافو ناند ازافو ناند كونو يدي هدرن ثنامد باللي نكونين لا نفسن تمورا برا غير ذا غيس حريكن دي ثمور ثاقين ولكن نفسن ناقي في قيد هدرم لن تولي ذي قوانر لن تولي ذي الواقع باللي نفسن ناقي ذن هني يكون يتحريكن ذن هني يتحريكن أذبو تمور ثن الجزائر أنش تقير كلين ذي سقسين أرن سقسين إين في قاون النار وقاذا رديك شمناك وذنا غضي نوفا النار بس ساقين ونعرض أنعرض ما نفهم الحاجة سي قوانش ثاقي أكو ذنا إن فقين أم زوارون تدويل تبوسا قين يكمثنا صوفيان الجيلالي وقين ذا مقران وخيفار جيل الجديد إقروحن يعني إلا ذا قفريد أرسا أرورقلا
السنين دي تزورة. مرحبا بك، عسلامة انك سي سفيان. السلام عليكم. السلام عسلامة عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال الأول سي سفيان، وين راكو دركا؟ الآن درك خرجنا من بريان في ولاية غردايا ونتجه لورقلة إن شاء الله، من على ساعتين ولا كان كل شيء بخير نوصل لورقلة. بارك الله فيك سي سفيان. حبيت يعني السؤال الثاني سي سفيان هو ذهابكم يعني اللي اسمه الورقلة، نعم، هل هذا يعني يعني الدعم تاعكم بيان سور، الدعم تاع الجيل الجديد والتنسيقية، هل هذا يعني تمدوا نفس جديد لمعارضين للغاز الصخري في الجزائر؟ احنا شوف، منذ البداية دعمنا هذه الحركة ضد الغاز الصخري ونعمل كل ما في وسعنا، نعم، قادرين نديروه ان شاء الله، لان هذه كارثة وشيء يعني غير مقبول تماما باش نستغل الغاز الصخري ونهلك في نفس الوقت المياه والبيئة وحياة كل الإخوان اللي ساكنين في عين صالح وفي الجنوب على العموم، وحتى غدوة ربما في الشمال. أنت تعرف أن الغاز الصخري كذلك كان في الشمال، نعم، وما ما يعني ممكن جدا أنه يبدأ الاستغلال في ولاية معسكر ولاية تبسة إلى آخره. نعم. فالقضية قضية وطنية، وحتى ولا عين صالح أصبحت العاصمة تاع المقاومة، ولكن القضية وطنية، فعلينا ومن واجبنا باش ندافع على بلادنا ونرفض هذا الاستغلال الغاز الصخري على الأقل في يعني الظروف الحالية. نعم سي سفيان، لماذا ورقلة بالذات وحنا نعرفوا باللي الاحتجاجات بدات في عين صالح؟ هذا السؤال لازم نوجهه للإخوان اللي نظموا في الحركة. هنالك يعني عدد كبير من الحركات، حتى تاع البطالين تاع يعني اللي يدافعوا على البيئه الى اخره، فهما اللي نظموا، حنا دعونا وحنا رحنا باش برك نوقفوا معاهم، ماهوش حنا اللي نظمنا هذا الوقفه. نعم سي سفيان، البارح شفناكم في عين صالح وشفنا كيفاش يعني سكان عين صالح كيفاش استقبلوكم، ولكن للأسف شفنا الأمن كيفاش يعني همتان كيفاش استقبلوكم، يعني هل تتوقعون نفس الشيء في ورقلة؟ والله الله أعلم. كما قلت باش رحنا العين صالح وقفنا عدد كبير من المرات في الطريق باش منعوا لنا، حاولوا يمنعوا لنا الوصول للعين صالح، ولكن في النهاية جاءوا السكان والناشطين اللي في عين صالح هما اللي جاءوا يعني وراقبونا حتى دخلنا لعين صالح. اما اليوم الله اعلم، حتى الان رانا في غردايه، ولايه غردايه ما كان حتى مشكل لحد الان. نعم نعم سي سفيان جلالي، لو كان تنقلوا الزاويه واحده اخرى، حنا شفنا باللي في الايام الاخيره كاين الامريكان يعني ممثلين من امريكا تكلموا وقالوا باللي امريكا راهي على استعداد باش تعاون الجزائر فيما يخص استخراج الغاز الصخري لكونها تمتلك يعني الوسمو التكنولوجيا وتمتلك يعني الخبره وتمتلك يعني المواد اللي لازم يعني الدعم اللوجستي، فهل هذا يعني ان ملف غاز الصخري ماهوش بين يد مسؤولين في الجزائر؟ شوف، هذه قضيه استغلال الغاز الصخري بدات قبل الانتخابات الرئاسيه، عندما جون كيري جاء للعاصمه وقف يعني ودعم رئيس بوتفليقه وهو مريض تماما. هذاك هناك يعني صفحة جسد اتفاقية، الجزائر تعطي الغاز الصخري والإمكانيات المالية تاعها باش أوروبا والعالم يكون عنده ضمان للغاز، ومن جهة أخرى يعني الدول الغربية
تضمن ما يسميوه هما الاستقرار، يعني حتى حاجه ما تغير، بس رئيس بوتفليقه والزمره اللي حوله تقعد هي اللي تحكم في البلاد. هذا يعني في داروا باعوا وشراوا على ظهر الجزائر. هذا الشيء خطير جدا، لان راهي يعني يعرض الجزائر لخطوره كبيره في البيئه وفي تهديد في الاقتصاد نتاعها. وانت تعرف انه منذ تراجع الاسعار تاع البترول حتى استخراج الغاز الصخري ما يجيب حتى فائده للجزائر. نعم. ما كاين الا الشركات الاجنبيه لان تخلص للخدمات، الخدمات تصبح هي تدي كل الارباح والجزائر ما يبقى لها حتى شيء في نهايه المطاف. نعم نعم. احنا رانا نسمعوا، ويعني كيما البريزيدون ديريكتور تاع لا سوناتراك اللي قالك حنا ماشيين يعني الافون باش هكذاك نخرجوا هذا الغاز دو شيست، ومن جهه واحده اخرى نشوفوا الشعب الجزائري يعني كيفاش. احنا شفناه في عين صالح، وغدوه ان شاء الله نشوفوه ثاني في ورقلة، وشفناه في 48 ولايات تاع البلاد كيفاش خرج، رغم ان الامن يعني منعوه، ولكن خرج باش يقول لا لا. ونشوفوا من جهه اخرى السلطه حبت تدير المشروع هذايا. يعني في رايكم وين راهي رايحه الحاله هكذا؟ المشكل هو انه السلطه هذه كي جابت الدعم تاع الخارج جابته ببديل. يعني السلطه الجزائريه اعطت للخارج الامكانيات باش يستغلوا الغاز الصخري، وفي المقابل هذا الدول يدعموا النظام. نعم. ودرك الآن المشكلة لو كان النظام هذا ما يقدرش يضمن لهم استغلال الغاز الصخري فيعني يفشل، ولا يفشل يعني يقدر يسقط، ما يبقاش نظام سياسي. فالمستقبل تاع نظام سياسي تاع بوتفليقة مربوط ومرهون بالغاز الصخري ليعطيه للخارج. هذه هي المشكلة في النظام، ماهوش حب يروح فيحتم علينا. شفنا في 24 فبراير رئيس الجمهورية يقول بلي الغاز الصخري هذه هبة من الله ولازم نستغلوه، وسي سلال الوزير الأول يقول لك ما كانش تراجع، ورئيس يعني شركة سوناتراك هو موظف ويتكلم بنفس المنطق. ولكن في الحقيقة أنا عندي اتصالات مع عدد كبير من المهندسين في سوناتراك وهما كلهم ضد هذا الاستغلال الغاز الصخري. هما على علم ب يعني كل الخطوره تاع المواد الكيميائيه اللي تستعمل، على عندهم علم على الخطوره اللي تجي بتشقيق الصخر الى اخره. ولكن النظام هذا ما تهموش الجزائر وما يهموش الشعب الجزائري، اللي يهمه هو البقاء. شفنا حتى قال لك رايحين نديروا كل الاحتياطات باش نصفي المياه اللي تستعمل. نعم. اولا المياه الجوفيه اللي يستعملوها باش يكسروا الغاز الصخري، هذه يعني كميات كبيره جدا، وانت تعرف الجنوب يعني محتاج للماء، فاذا لازم نحيوا الماء للعبد وللحيوان باش نعطوه للغاز الصخري. ثانيا المياه الجوفيه هذه تتلوث، هما قال لك حنا قادرين نصفيو. حنا شوف في عين صالح ليومنا هذا المياه تاع صرف المياه حاشاكم لي زيكو، نعم، مازال ما عندهمش محطه للتصفيه. كيفاش هذا ما عندهمش؟ ما مش قادرين يديروا ولو محطه واحده لتصفيه المياه في عين صالح كلها، وحاشاكم يعني عايشين بالمياه هذا القذره على الهواء الطلق، ومن بعد يقول لك احنا قادرين نصفيو المياه الجوفيه. يعني هذا واش حسبونا ما نفهموش ولا؟ نعم نعم. بصح من جهه واحده اخرى يقول رئيس الوزراء يعني عبد الملك السلال الوزير الاول يقول باللي التكنولوجيا يعني احنا رانا رايحين ماناش رايحين نستخرجوا الغاز الصخري، ولكن في هذه المرحله مرحله التنقيب وما فيهاش خوف يعني باش تكون التلويث ولا يكون فيه يعني مشاكل على البيئه ولا على العباد.
هل هذا صحيح سي سفيان؟ شوف، أولاً السلطة هذه عودتنا بالكذب. يعني للأسف هذه حكومة يعني تسير دولة ولكن تقول اللي ما تعملش، والعكس كذلك، تعمل بعض الأشياء وما تبوحش بها. ثانياً يا سيدي، كاين اليوم مشكل سياسي. رانا نشوفوا سكان الجنوب كله راهم ضد الغاز الفخري، وراكم تقولوا باللي الشعب هو اللي يختار وهو اللي عنده السياده الى اخره. نحبسوا لمده سنه سنتين، واش قلقنا؟ ولا الامر في يدنا وسياده تاع الجزائر، وخلينا نروحوا ندرسوا الامر ونديروا يعني تجربه ونشوفوا ولا صح قادرين عليها ولا مش قادرين، ومن بعد ربي يعمل تاويل. علاش القلق هذا عليهم؟ علاش محتمين يعني الان وما نتراجعش؟ ومن نهار الاول يكذبوا، يقول لك هذا نديروا بئر واحد ونحبسوا، ومن بعد رايحين نديروا برك يعني استكشاف. هذا الكلام كامل فارغ، وهذا يدل باللي ما نقدروش نثيقوا في الحكام هذو. نعم. هذا الحكام ما فيهم حتى نيه. نعم سي سفيان، صرح الوزير الأول عبد الملك سلال فيما يخص الاحتجاجات ضد الغاز الصخري، وقال باللي هذا راجع لعدم يعني ما فيهش تواصل ما بين النواب ما بين الوزراء والشعب، والشعب ما يعرفش يعني الخطر وين راه، فبالتالي يعني انتم اسباب تاع الاحتجاجات. فهل ترى الشعب الجزائري يعني مازالو غافل لدرجه وين ما يعرفش اشكاليه اللي تنجم تجي ولا المخاطر اللي ينجموا يجوا من الغاز الصخري؟ شوف، في الحقيقه هو سي سلال يتكلم يقول باللي الحكومه ما نجحتش في تغليف الشعب، فيخص التواصل باش يديونا يعني واحد الحلول اللي ما تساعدش الشعب. فهو غضبان لان الشعب فهم، هو كان ماذا به الشعب ما يفهمش. هذه هي المغالطه. نعم نعم. ف سي سفيان، ما هو السيناريو اللي سي سفيان جلالي يشوفه كي رانا نشوفوا الصراع ما بين الشعب والنظام؟ مهما كان الامر يقدر يدوم يقدر يطول، ولكن هذه منذ سنين وسنين والشعب راه يقاوم. بدات المقاومه كل مره وين تكون، في منطقه قسنطينه، في منطقه القبائل، في الان في الجنوب. وبهذه الطريقه نشوف النظام راه يضعف، والمعارضه راهيك يعني تقوي في نفسها، وفي الاخير لازم الشعب هو اللي يفصل في الامر. لازم السياده تعاود ترجع للشعب، وفي النهايه لازم الشعب هو اللي ينتصر ان شاء الله. نعم سي سفيان، يعني لو كان الى كاش ما عندك نداء للجزائريين فيما يخص مليونية يوم الغد إن شاء الله. أنا نطلب من الإخوان كل عنده قدرة باش يكون حاضر في ورقلة ولا في نقطة أخرى وين يكون تظاهر، لازم الجزائري يعبر على الموقف نتاعو. كفانا من نقبل يعني نوع من الذل، هذا السلطة هذه تدير بنا واش تحب، وإحنا لازم نحطوا راسنا. قال حان الوقت باش الجزائري يقول الكلمه تاعو، والا قبلنا هذا الشيء غدوه ما لازمش نشكي. فاليوم الناس شرفاء، الناس الوطنيين، الناس الاحرار، حان الوقت باش يقولوا الكلمه، والكلمه في الميدان، واحنا مع الشعب في وسطهم في الميدان باش نقول لا لاستغلال الغاز الفخري. نعم نعم سي سفيان، غدوه ان شاء الله يعني كيفاش انت راك تشوف المليونية غدوة يعني فيما يخص الأمن؟ أنا نتمنى إن شاء الله يعني تجوز بارتياح وفي سلم تماما، وحتى الأمن يعني ما يدخلش روحه في هذا الاحتجاج، لأن قضية سياسية وما لازمش تتحل بطريقة أمنية ولا بالعنف. ان شاء الله الجزائريين غدوه يتظاهروا بقوه، ويكون يعني تضامن قوي، وان شاء الله تكون رساله للرئيس الجمهوريه، ورساله كذلك للخارج، للولايات المتحده ولفرنسا ولهذه الشركات المتعدده الجنسيات
باش نقولوا لهم باللي الجزائريين راهم ضد العام اللي راهم يطلبوا به، وباش يخليوا الجزائر في سلم وفي راحة إن شاء الله. نعم سي سفيان الجلالي، نتمنى لك طريق السلام إن شاء الله وعودة سليمة للجزائر إن شاء الله، ونبقاو على اتصال بإذن الله. أسينيغ إيماس سفيان جيلالي نياض وكي ذا سلواي من الجيل الجديد ثند قبري ذا ورقلا وخاصة كنين يهضر ديذنا أسينيغ ثن ميرتيك ثم قرات أماس سفيان جيلالي سينا غنروح سين فقينا ويسين ماس أم قران الخضر وكي ذا مسلد دارنين الجيل الجديد معنا سيل زاير. سينا مرحبا يسك، سلام منك سيم قران. السلام عليكم، يعطيكم الصحة. المغاربية الجرمان الإنساني ما قصدين أولي وكني كدن أدن مثلائية كاينة كتلقنا. بارك الله فيك سيم قران. سيم قران الساقين نوفا نغ يعني بوساقين خصيت ساف ثمس كانت أوزكان عرايلين ذي ورقلة ثينو ميسمان مليونية ورقلة نكونين فغان نهضر في اللاس اولا وقبل كل شيء اشي مي ذي ورقلة ماشي ذي عين صالح يتخدم. ادو في اللون كيك في السناس ما كان بنيني باللي ما نولي يعني صنف بود انت موت النار صنف مقرنطات يعني ما كان قارن ورقلة زمان بنيني باللي نسافي العاصمة ما كان قارن طماطاكين بود انت موت دونك سي لا كابيتال دو سيت او ميم طون فريما انا شي نقول انا نو كي نظن 14 مارس راح حط الورم باللي انا اطاس ويقول لي لا انا ضد كن قامي وبوق بيننا راه خمسه تاكين من جوز بلون وكني كان يعني فخمي في المطاقين ويقول لك العقران بيجارس نطاس انت دربويا عطاتي نقراون يعني عطات لي زاسوسيسيون ناقص قانون فين دي كوميتي نكون انا نتوعر ربما كنا كي سو كبرنا كنقرا اما غلاس نتوجدو اما غلاس نتلي ياكل ثمان قال عرضنا دو كنيكين ان يعني ان لي يتسن و كنيكين لازم نبقين الغير انا و كنيكين لازم نفك لازم نفك فورس يعني المعاونه بور سوليداريزي بور اكومباني لو موفمون دونك الحاجه كبان انا ما كنيكين زعما تضروري في النظام لكن ضرب لي صار مره ثالث يقول لنا يعني يعني إذا رينا كما لان ثم كان سالت عند أجوبة دائري قبل إنه في الله تديني أولي عند ميلا دي عقل وكني كان زبو يجزي سالة الله حطا فاكما كيب لنا لا يعين صالح ما كنت لا يوالق لا ما كان تليف مراني نظام ظلام بلي زبو يجوي حب سالة ما دام الشمي مانيس نسان تمران بران داعت إلا فريد زنجاجمون انترناسيونو بشكني كان زبو يجزي يعني حياتنا حياة طرا ونا حياة طرا دي هذه رحنا فيرنا نوقيم وتنيكي القرار من غتاع القرار من مصنع ريفاتوسنا. نعم سي أم قران، ولكن سي الجهة الثانية ماس عبد الملك سلال إنك ولاش الخوف إيمين نكوني ماشي ذا سوفا غاتي دن سوفا ولكن دق البين تقليب دونك ولاش الخوف جان يعني باش كنين الدفاع وكذوذ وذي سوغ انك نكونين بغا كان نزر
شحال يسعى الجزائر سي الكازا كي بوزرو بصح هذا كي كنا بيسلعوا الغاشي نو انه مي كسوا زير غون بوك لي قانا الحكومه تمو في النار في النار انا ما كنقارن لي كدبين بالنقد في التعلق ماشي اذا سن زعما ديس كي دي بنا ندير هذه الحاجات خاطر من الكونبريرا مريتني عوام ما لاني يعني كسوا تمو في النار الحكومه تمو في النار ماشي انا المي ما كنقارن اي بلو دي فاق دي فاق بلي ولا بلي الحكومه تخدم تمثالين بلا ما يزرى ما تبناش ساعه النيه ما ساعه اذا استسكن قيمة وجدوا بينس لا وقبل اللي يبدأ ونشتاقي وقبل تبدأ خمسة تاجي على أدخل من عندي باناسيونال أدوين زي كبيرا الأخوان باي فاكني كيان السينة بقعنا تسفع من الغاشي نهني خاطئ خل من السوفرة سنيان تاجي خمسة تاجي قزارة كان شراجي عبدان تظلم بلي تبدأ نكونين نسلات ثلاث قسمي عبدان يا في جان بيني تامير كاتوز اسمي إبدأ نكريتين سلاين سلاين إدموران بلات خمسة تاجي نقز بشي فلا خطر ظلم بلي مين اورجان باللي ظلام باللي البترول السمين ذات ولا تنقص البترول هذه يغير الاخفاض الدنيا مرة تخمين من امكان كان قرن امكان ابدا في لا سوليسيون يقول في نوكني كينا يعني على رومبلاسين لا كارتاجين بلا يدي الخوف البترول عند ابدا في نبدا روح نسني روح انت مراي مقراي ذي مقرانين فروحت انت مراي ضعفين عند انا ريزيف وينسعين انا شرعيه يوكني كين كان قرن صلاه كريستيان اسم خدمين ادار لو هير غورسن ادار بحن اذا مسلتاكي دونك نكوني انا ونزمي لالا اوك يقداشن يعني يخدمن يتمسالينا كي لا تكنولوجيا كي دو كاز دو شيست اطاس كنقارني نغمس نسالتي اطاس نتمورا وبغيت انا تموز امكين بغيت نكوني انا الساعه في الحاله النار عندها ومتعالى لي مويا تكنولوجيا كي نكوني أين بنستقصي كان أين أجدو بجيب أشغر أساقين أزهو يجي حارق وكني كين أكني أدي بذوما أكن قارن أدي قضي مبنى وكني كان يسير أدي سوفا الجزا كيف تضرون أشغر أجدو بجالة أجدو بجيني أنا وليس أشغر أزهو يجي مزالي يتكمل يتكدي بس وجود نسو في قرارة إذا تشعر فادي قارة ساقي بلي أما كني كين تفقى يجي يزوب يعني بغدود الزارين يا لا تمكني كيما تفا ويعني انا تنسابين يعني نسا نكون نقارض باللي يبان دساقي باللي ازاغ وياكي جي الحيري نسا مكني كي يبدو موسى عندها يبوي ميمانيز عندها ويزميلا لا غادي يحبس اما خاطر لا تعطف لي زونكاجمون يخدم نتمورا غيتي عاونا نوكني كيما هذه قيمه ديال السيمان في الحكم سيرتو بعد ما تيفراني ني قال كوني ماشي تيفراني 17 ابريل ني عدان خاطر الساكين اما كني كي ازاب وياكي يرهن المستقبل تموت النار نكون انا دان شتاكين الساكين كدو دي باقا الساكين كدو دي كريب يوكنا بين النار في زرفاني نس الثاني شتاكين كوني تنقار باللي ما ازاب وياكي نار الحكومه ياكي الحبس نمشي تروح يركب بنسان دار لوهين يوجدو بنسان السنين يوجدو ذاك السنين وعد بوجدو النار خاطر هذايا كان يبغى وجدو انترنت كاين نتودع على دي قال نكون الساكين نبغى هذا يحدث كل شيء يحدث تاغوزي اوري الليم الاستشارة كنقارن ني ديكسبلوراسيون ني ديكسبلوطاسيون ماشي اما كنا ثم طاقي تعيش في نيجيريا تعيش في المحاني تشفى وين يضراني ثم طاقي اسميه لا فرنسا اسميه خرج ليزيتي نيكليير ظلام بلينا ميسي 67 وستين انت وانا ساقيبة في جبن العلاكات دي كونسير لابو اطاس لي مال فورماسيون ايه انا ارام انت موسم الصحراء ارام طمنا تقارى تقارنا تحقيا نكوني من بغراني دي كوبا دي كوبا السيستيما جيا نكوني نبغى نعيش يتموتنا نعيش يتبلدي نعيش نكوني بوجود النار اما كني كان خارنا ان بغى ما تشكني بغى زابو زابو يتخمم كان امكاني رسيمانيس وفدو كعارة بوجود بينس أسي أم قران يعني لو كان ضغى فهم غض قواليك تما للدوسية جين لغاز دو شيست ماشي ديك فاسن الجزائريين قلا يعني أذفو يجين ذا قداش كان لتموريا جين مبرا ذا يجي فهم غنالا ذا
20 شجره تعمل نكون سكان جديد جديد من النسيد ما كيف تجديد منا يمكن او كثير سالينين عاشي شهور كي عدان يبقن انت المرأة سواليضة الزيارة كي قارن في الزينة نطاسين غلاف نتمورا مبارا نطاسين سلوين تمورا البارا أزموت نغوق في 17 يوم بعد 17 ريز ظلان باللي نسعى مزافون إضافة ظلان باللي نسعى مزافون وزعين الشرعية ظلان باللي سلوين تموت نغية اللي كي يتشارع كي قارن ماشين انتيك سلحين يعني القرارات نتموت انش تقيق لكينا نتكمل نهنينا كنقارن دبلوماسيا سنسي لي زابير نهنينا اني هني شغل كان امريكا لدى بين في مثال المشاكل اللي عايشين اوروبا مورا الامريكان اتنش تقيق نقارن كوني يبقى ند زيارة يبقى ند باللي وفات افريد وفات افريد وفات ازافو اضافة اتنش تقيق يعني تحوسنا كنقارن جانين ماكسيموم الوقتاقين اجدود الحمد لله هذا نتورا ميت نقرا وثمان قلا يمين عطاس نقدش اني موتنا ونتموت النار وغال نصعقير وغال نتقارن دوال نسين اكن قارن فرندي كوكروني فرندي الخوف اني قدان وقبل الساقي نتا اجدود يبدا اكن قارن يكرد يكرد وكنا دينينا واليس يوكن نيكي غادي النار اكن قارن هذه النار في الزفانين هذه النار في الشعر في نسا هذه النار اكن قارن في الزفانين تو ذاتينس زي أم جدود يعني أحورين أم جدود يعني ما يتنغن في موتينس نعم لا كم لبغوش باللي c'est à cause des pressions internationales que le pouvoir actuel se précipite, se presse et est pressé dans la panique, essaye de concrétiser les accords souterrains qu'il a fait avec ses forces étrangères en forçant, en utilisant tous les moyens depuis la manipulation médiatique, depuis la répression et toutes les autres manœuvres en essayant de domestiquer la société, ce qu'il ne pourrait pas faire à partir du moment où l'opposition nationale sera s'est unifié autour de cette question-là et en même temps les citoyens, il y a eu un éveil citoyen considérable qui s'est constitué pour un petit peu créer un mouvement citoyen de dissidence, de proposition en même temps d'alerte et de vigilance pour protéger les intérêts nationaux. Naam. Assim Quran, le canat qu'il y a eu un dougal à gore, cadre haken à rigimathna هني حكيم وقين هني حكيم وقين ذيون سقوقاذ إيدي سوجدن ثمس كانت قين أزكا نوار قلاذي تزوران سينغ السلام عليكم سي هني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سي هني سؤال أول يعني تنجم تعطينا أجواء اللي هي في ورقل الآن من فضلك الحمد لله والسلام على الإخوة المشاهدين اليوم رانا في ورقلة في اللمسات الأخيرة والتحذيرات الأخيرة لمليونية الكرامة من أجل إسقاط المشروع الشيطاني في بلادنا نحن في تحذيراتنا نستقبل ضيوفنا من باقي ولايات الوطن رانا نحضر في بناء جبهة اجتماعية قوية لإسقاط هذا المشروع. نعم. سي هاني لماذا ورقلة بالذات يعني احنا عرفنا بالاحتجاجات الأولى كانت في عين صالح فلماذا ورقلة هي التي احتضنت المليونية؟ سبق وأن تحركت ولاية ورقلة في جوان من هذه السنة. نعم. ثم كان حراك في عين صالح. ورقلة بالذات لأن ورقلة فيها حراك فيها مجتمع مدني ناشط فيها متضامنين فيها حقوقيين معروفين على المستوى الوطني بنشاطهم ودفاعهم عن الحقوق الشعب الجزائري سواء في جنوبنا أو في شمال البلاد إذن هذه المعطيات تسمى ورقلة هي نقطة لارتكاز الحراك في الجنوب الجزائري نعم فيما يخص الأمن الوطني هل فيه انتشار تاع الأمن اليوم في ورقلة ولا ما فيهش؟ لا ما كانش عادي الأمور عادية الحياة تسير بصفة طبيعية كل الأمور لا تدل على توتر أمني أو شيء ما شابه نعم وفيما يخص إخواننا في ورقلة هل هم يعني
مستعدين وراهم عارفين يعني على واش هم خارجين ومتيقنين في نفوسهم؟ طبعا بطبيعة الحال المجتمع في ولاية ورقلة مجتمع ناضج واعي سياسيا وواعي اجتماعيا، ويعلم أين يضع موقع قدمه، ونحن هنا من أجل قضية واحدة وهي قضية الغاز السقري. هذه قضية هي قضية سيادة وطنية، نعلم أن هذا المشروع هو مشروع خارجي بأيادي جزائرية، هو مشروع لتسمين آبار المياه والمياه الجوفية الجزائرية، هي نقدر نقول أنها حرب استباقية على المياه الجوفية في الجزائر. نعم سي هاني، هل فيه برنامج يعني لتوسيع يعني احتجاجات ضد الغاز الصخري في 48 ولاية الوطن؟ نعم، نحن نأمل إلى أن تتحرك باقي الولايات لبناء، لأن القضية قضية وطن كامل وليس قضية عين صالح أو ورقلة. بارك الله فيك. نعم. نحن هنا نتفائل بحضور إخواننا، وإن شاء الله نكون نقدروا نخدموا خدمة كبيرة معهم لنقل الاحتجاجات حتى إلى مدننا في الشمال. نعم نعم. واش نقول لك آخر يعني، إذا كان عندك نداء توجهه يا سي هاني قبل الفاصل؟ والله ندي كل إخواننا الجزائريين الوطنيين الأحرار، نقول لهم أن القضية هذه قضية مصيرية بالنسبة للجزائر، هذه قضية الجميع، على الجميع أن يتكاتف، علينا بناء لحمة وطنية، علينا تجديدها وترسيمها في بناء جبهة اجتماعية حقيقية مدافعة عن سيادة وطننا ووحدتنا، مدافعة عن شرف أمتنا، تتجسد فيها الإرادة الشعبية، لنقول لا لكل مشروع لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يغلب المصلحة العليا للبلاد. بارك الله فيك. هذا أخونا هاني حكيم من ورقلة هي نغتن مرثيك ثم قرات. شكرا جزيلا هاني حكيم. هذا غلا غارك مثلا أمقران الأخضر سيلزير سيم قران أكوذي؟ نعم مازال يقريب. نعم سيم قران السليل ديك مثلا هاني حكيم يعني سي ورقلة كي قارب اللي الحالة تسن يعني تسلويث الغاشي زران ذا شوية خدمان زران فشو نارد فغنزكا وإنند بلينغ هنا ذا تراجون ذي ذقويذ أراد ياسن يعني ذي قنفقاون أراد ياسن يوكنين أثنست قبلن أدو غالغ نكينين أر البروبلم أجين لانجيرانس يعني لند لند وقدي لن وقدي دينان لند بلين الجزائر نغذف ويجي تمور من الجزائر يبدأ أي تخلص ذي السماء يظل فن في العهد الرابعة سي سيني با العهد الثالثة. نعم وجي فاند وجي ظلام كان سيت لا جيوستراتيجي امريكان غرسن تنبو في الجزائر في تامبيون اللي هنا كنقارن يوم ظلام الحواج باش كني كي فتاتيتي ناس تسحقني لا في قمط النار قمط تفرقت وفلان قمط تفرقت قدا مادا الجزائر كنقارن تنبو في مقران اكس عن كنقارن عند زوينس فيغنتي اختلاق ظلام باللي ما تشفام سمين كونين متعقيض بسكباء جيل جديد وتلوين يعني وكباء النار عماس سفيان جلالية سمين قارة سمين تكنيكين جون كيري انا غلاف نتبوران برا الامريكان سمين دي روح الباقين انه ما نيش ديما نيس السادس من داخل نتمو في النار شو ما كان في طريق سكون باني كبران وسني ما سمين سي مثلايني نسي بقنات باللي يسوتوني لو ريجيم باللي يدان بوت لي قايد يتبراني مني 17 ابريل اسمي كيم ايفان دي العام ايفان دي وجود مره باللي كان سالت فرا باللي تم تمو في الامريكان في الدان دوزه ويا كينا فيه فهمت موتي بغان ما كي كان العهد الرابع بغان العهد الابديه جسمع القلم باقي ها ما فوق الدنيت رسمي كي دام كيف تبانت باللي ما ازاب ويجي يرهن القرار انت موت النار يكس القرار وجود الدائرين دونك تنفس بان ماشي الحاجه تما ينوس لنا في مسالينا كي لات تيمورا ساكي افيك لا موندياليزاسيون مراي
التي لا تمر وفعل القوة ما هي تفعل الشرعي ما إلا أزهونا أن إطا كي نبا لجيتيم في فاقي بلاسة أزهونا ويتشلنا ويتكنا لا فودو ذنس لزهونا أيضا فين زنشتاقين إيد الحالة وزهونا وزهونا تشتاقين كنين نفرح ملا نولي عجوزة دارين يكرد يكرد يقرد ولسي وكنيكين ألي سحب الساكن قارن أزهو يقال الحديث وكنيكين بعقرة ديني أولي. نعم مس عبد الملك سلال ينك باللي ثوفغوين قيادي تفاق وجدود في جال القازة قي بزرون ينك باللي السباس ذين غلاف تمورت أكد النواب تمورت ورصفه من نرى أكني لها إي وجدود في القاز نسخرية قي إيه يدرى ذصح ضغا قدود الجزائروري في مرة حقها أجدود ذلك كلش يفهم باللي أزابو أنه يسعر الشرعية يفهم باللي ونسعر الحكومة تحكمين تمثالين تموت يفهم باللي أكسي فرانيني قعدان وتسفر دارام لدي بدين نوابي يعني تمثالين أجدو ذاكني لاقي يفهم باللي الكلية أكو إنك تخدم وزابو يجي ذين إجلان يخدمي وكين كان دي رصي معين سوو في خدمة لا الفايدة البوكدو ذاري الفايدة تموت دونك وكونترار يسوقنا دا عمتيك اللي الحكومة جنت مرتجلة زي الحكومة مثلال إجلان إجلحون سوسلوي تموت النار باللي الحكام في الكذب وسكالة حرق في باقين وسلالة وعقل فوقو باقين يبقى من ذاتيك باللي الساقين من الحير نسن وأورجينالة باللي نجدو باقين يعني نبقى دي فغربة دي عقاب أورجينالة باللي نجدو باقين اللي تهم في مسلاك نيلا أورجينالة باللي نساقر أولا عالي كمان قلا أسنقرا وطيبين عطيون ووال أخطر النمسة النمية يفرقوك كنقارن تأسسة نفرق اقتصاد دا ديزي بورنيير اجدو ديال بافيل كوليكي يقسمي تكني لا كيفال سيرتي يرزقني الكوليكي يقسمي يرزق كل هذا صد لا سوسيتي مي جل شهور قعدان الحمد لله كنقارن ثمان جلات وغات في النقراو ولكن قارن جمع ديال كوليكي القوتين سوا كيميكي اتيلاتيون وهو لابيون يسوين اجدو زيرانتي كيو غالد إكو كرونيك في الخوفني يغلد تمساتة تمسات يغلد التواليضة في مناطين دمو يشتا مناطين دمو كنا عند ودي فوق على وجود الوطنيين اللي طلب في ذلكني نس مناطين قدانا مناطين في اللي انت موت عصوا لذي كل شيء نصوا وقف له جزء الشيط عصوا لذي قرر في لنا يعني تنغلف نصرجا عصوا لذي قرر لنا يعني سلنا مناطين نيران ما كيس لذي قرر وسن نعدني صماركوما ما كنت لي بروتستان لغاشين بيسفغان مالين الديستريبيون دو لوجمون لغاشين غلقنا كاريمون غلقنا لي ميري دونك كنقارن لا سوسيتي اي اون افيرفيسون تسجينا تنتي تنسكرد تن على شي طرفي طرف سيان ثلاث درجات اذا فنين تن ثلاث درجات ادو ادر القرار ايماني تدر على خطر نزرع نروح نقيم تموت الناس بدو دراي على علي خدمة تسجينا في الطفل دو ديفينير لا بوليتيك ناسيونال تسجينا ايفان بلي زيك دو على دينين تستفيد يبغى تسجينا بدو دينين نكون نبغى على الجزء الصغير جين نكون كان سلام ونسوال يوجد لكن ما يلا يسمى نحن نظن أدرس كنا أدينين أول سن أدينين نهني وحنا سنتنا دم لا نسمع سنتنا نغنى في الحقوق سن بشكل نسيا أن بنو كن قارن كل طيب لنا عن بنو تمو سن دليل من قانون دليل الحق وكونسكريير أني طب الدروة فنشتي كان اسم على حق نكون أنا أنت ميلا نغاز جيل الساقين إزارينا الفينين نكوني تمنا تمسا الساقين وقعنا لا على خطر نكوني نقارا سيدما كي سيدينا ما سمحني وقح ملغا ولكن نبيت منطوتو وين غفريق دي سيد منا بوين بري نوبيد لابي 1984 انتا قارا سيتوين نتر ان سيتواتيون دانجوتيس alors tu
tu as choisi le camp de l'oppresseur. Donc on va dire que les gens qui ont été élevés, ils 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 ont été élevés. بارك الله فيك السي أمقران الأخضر أكدينا كان قيمة كوذنا نروح سيف دمشطوح ود نغال غورك سي الخضر. وجاد إذا دي تولي أنت جاد إذا دي تولي أنت كل تسنات مرحبا يسون أرنوفا نغبوس سجين حريش ويسين السجيد نهدر أفت مسكانت ومسمان تمسكانت الكرمة ذي أيلين دي ورقلا أزكا السفت إن شاء الله سجين جاد نهدر في مسكانت أجين أم خيارتي لين أشي من يثلا ذي شو يبغان إنزداغ تمورث من الصحراء الدينين سمسكان تاجي نبودا كودنا ينفقون النار لن خيران يديك شمني ذنا
دي تزوارا مازال ويضنين لن ترجو ذكشن أدكش من كودنا ثورا نغال رقمتنا مقران الأخضر سيني مرحبا يثك يسكتي كل تسنة سي مقران أكني عزا ربي مرحبا يسوان أنسو في يسوان أدو لك في اللوني في لنوان أسي مقران كشيني ثهضر دافت يعني في لا بيرتورباسيون يعني منز مردنيني السوسيال إيجلاند ديال الجزائر ولا تفضيض شو قاعد يدي كرنا في الغاز دو شيست نولا لي زونسينيون شحال يجي نيثني اون غريف نولا مكل مكل يعني مكل نهار نتوالي الجزائريين في غند مكل يون دا شو لي طلب سي الحقوق نس يا درانش تاكي سي تان سين يعني باللي يا اون فاكونس يعني نتوالي تسكت فان سور تيرا وين تسمي سن النظام اللي ثمرت من الجزائر وقبل ان يعطيك الصحه في الشخصيه كي يعني كون اكو اين كي قلنا كنقارن الحركه هذه الا انا كنت ناطين تموت الناس وقبل ان انا باللي بارابور على باكون دي بوفوار صح ادني وقبل باللي c'est un signe de bonne santé de la société. C'est-à-dire, dans le début de signe de bonne santé de la société. Mais sur quelqu'un, c'est de gagner les femmes qui sont nerfs, avec des nerfs, et avec un carnet, et des nerfs, 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 que régime qu'est. Mais au fil de l'arrière, on se remet mal à l'arrière, on vient tout faire à l'arrière, et on voit qu'il n'est qu'un, la société, une société stable. La société stable, la société, la chute, ça me plaît à l'arrière, ça me plaît à l'arrière, et je me suis dit que si j'ai fait une blague, même, et dérangé tout à l'heure, سينا لا طلب الحقوق الناس عند عيالات مثلنا كل قعنان فهمتي دي ناس سين الا يخدمن كنقارنين لا ميدياسيون كنقارن غير نوتيل كما ما راح تجاوب ان غير هو لي زاسوسياسيون لي سانديكا لي زورغانيزاسيون سيتويان الناس كاين اكسبانيك ستابيليزي لا سوسيتي نوتين غلين داكي ما راح خدمت الشغل التكنيلا الناس كاينين كنقارن لا ديالسيون الوسطة ديال أكدود ياخد الحكومة مورا ما كاين الحوت يعني تبدو زين مورا مبارا دون لي ديموكراسي دي موند نكون على غورنا يبقى مادام أجابو ويبنى راه بصح ويبنى راه فوق دور مادام ويتعرف الشرعية تبان بلي أونكور بليس نكون ساكين إيمي لا تسلوات نتموت على غورنا ولا كيت تسلوات مثلا ما كنقارن إيطون باكونس entre guillemets, un chagrin public qui est en train de faire beaucoup de lignes. وين كنا وين ديرين الشوال حتى نكون النتيد من النتيد ماذا نتيد مني من الناس وجدود الزائرين اسمع كني في النادي ويكي يا جدود زابو الناد ما تفور في مجدود الزائري شوفوا عم أسر وين في القوة مثلا 13 فبراير اللي عدا نظرة شيء ديرينهم بعد من الناد اللي ما تلوى يجين إيه اللي كانوا يزبرنا رام هذه الطف القرار نتمو في زمننا لا بيطف هذه خدمة شغلين مثل وي تمران تمران نيران الساقين تديش مال وخامس اللي له حينس أتي شكر بإن شاء الله حلي دوي مانيس بالصحة اللي جسموس بالفوضى الساقين هاي بقندك كم قارن تسويح بقند باللي تموت منها السن دون لتزادر بالفوضى يجي عشان شتاقين تليس كمان جيلا في كبرن المكبرن جديد نسنر نقارد ان غراون تمن جيلا لا سوليسيان سيزح لساقين خطر نوجد ما تكملا كاقين كما قلت لك مثالين عندنا زافون إذا عطات إذا ما لدي غالينا قصر ويل ابن سامو
خارج نكون بغار نشتاقين بغا ما الا ما يضرب نشتاقين ادنى فادات ادنى في الالتيرناتيف الالتيرناتيف هتاقي هتاقي بقنت بقنت بما اني ساعه بروجي ساعه الجزن ساعه ان اوبجيكتيف ثمان قالا ثمان قالا يقول لنا السنار هتاقي كنقارن قلنا نساتيت السنار ننسى الوجدود يقول لنا هتاقي هتاقي تدام الوجدود الدائرين السنار هتاقي ثمان. نعم أسي أم قران لن تولي سي الجهة أجذود يوهين القزاقي بزرون سي الجهة ثانية لن تولي هذا فويقين يي الحود قبريديس يعني كي قارن كينين وقين إلا قثي تسوفا يعني دابري تشيني أكد دابري جيل جديد أم كي تولي ثقارس فجرت ضرائب نكون للنسيد وكسوكلا نجيب جديد أزهو يجيب بالحديث نكون هناك قرن أنتروبولوجيك مون إستوريك مون فيزيولوجيك مون يبقى بالحديث وزمير وارع الساقين الدوريان دوني على قبيلة أزهو يجيب هدي فغانا كان قارن إذن نستين الوساقين وزمير وارع أدي في الحاجة ثمينة وزوز الزيري على حطة في إنجينيراسيون كي خلاص زين يبقل ومينس يوكنيكي كان قارن أكشن سخانة سوغال أي وكنيكي أدف كان قارن أكنيكي قارن مبني زعندي أدنك المشعل يلمزي ما ينفك ذات وما ينفك إذن إذن باللي نكون هنا السام حشام كنا قارن يفك الوقت ينسى يبقى لون ينسى وزهويقين نكون هنا بألسا دل شهور نعبس قوتن ميسي تنريجين كي فينيسان لا بوبولاسيون لا كومبريد زند مي نكون كان لشانج مويقي كان السلام اكدودا يوجد عاشا هنا كي عاشا ويس قوتن يعدن كنا قارن للربلاب نتمثل دا فبوت خرب يبغى لنا نشتاقين يتراجع وكان يتنادي كان ان دا راهي اللي راه كنقارن هذه اللي بدل ويت هذه اللي بدل ان دا وكنقارن ولي دا راه فهو حين ان دا جدود ديني ولي تاتي ديني ولي اون توت ديموكراسي دونك سيم قران اللي سي كنقارن سي المومون بوتان بور لا نوفال جينيراسيون بور بران سي ريسبونسابيلتي سيم قران تاكي ان شاء الله هذه في الدبلوان وكنيتي هذه في الثلاث فن تيم تاع الانتموتي اسيم قران لو كانت قيمه دين دوغال غور كنسعاي مثلا انسعاي مثلا سمير وكذا نغ ماسي فرنسا سينيغ دي تزوره مرحبا يسك عسلامينك سمير زوج الاول صحيت مثلا حميد جو تو سالو جو سالو تو لي تيليسبيكتاتور الله يبارك فيك سمير أجمع. سمير ازكا فلا اون مارش ومسمان مليونيه الكرامه دي ورقلا ادفغنا في جال الغاز دو شيست دي ثمورث الجزائر نكوني اسمير استقسينو لنتوالي يعني الشعب الجزائري ناكدوذ الجزائري يفغد وماشي تيكل ثم زواروث يفغد ويناد اين جلاند جوليس يناد اين جلايت خميم في الغاز دو شيستاغي ولكن سي جهه ثانيين لنتوالي بار اكزومبل تصريحات عبد الملك سلال تصريحات البي دي جي لا سوناتراك باللي مازال نثني ذا كوفريد لا الحون باش كند سفون الكازاكين دو شيست دابري ختيني يدرا انشتاكين ادياوض يعني ما نولي سي الجهه اكذو ديوكي اذافو يبغى تيخدم ام كيه توليض ختيني للسيناريو Justement, le scénario, c'est celui que tu es en train de présenter. À mon avis, en tant que citoyen, en tant qu'observateur de la scène, il y a un peu de quoi s'inquiéter du côté du gouvernement, parce que effectivement, il y a entêtement du gouvernement. Ils s'entêtent à faire quelque chose qui est catégoriquement refusé par la population. Et puis, la population, je pense que tous les Algériens le savent, les observateurs internationaux et tout le monde le sait, la population de la région de El Saleh, la région du Sud, ils ont raison et ils ont le droit, mais ils ont surtout raison de résister à l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste parce qu'elle va polluer l'eau qu'ils consomment.
nourrir, que consomment leurs enfants, que consomment les bêtes qu'ils élèvent, que l'eau qu'ils utilisent pour leur agriculture. Et on sait que dans le Sahara, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est quelque chose de très important. Et du coup, la population résiste d'une manière légitime, j'allais dire. Elle résiste d'une manière pacifique, il faut le signaler. Et en face, on a un pouvoir, on a un représenté par un gouvernement qui ne discute pas, qui ne veut rien entendre, qui ne veut pas comprendre. Il est en train de nous montrer le pouvoir, il est en train de nous montrer ce qu'il nous a toujours montré, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire du point de vue du peuple algérien. Ils s'en foutent un peu, si je peux me permettre de le dire comme ça, du peuple algérien. C'est vrai que c'est inquiétant. Samir, nous voilà les représentants américains, on est là, on est prêt à aider l'Algérie, nous connaissons la technologie qui fait ça, ça les moyens, ça le, yani l'expérience. Donc, on a là l'inquiétude, Samir. L'inquiétude, elle est, j'allais dire, à double tranchant. C'est-à-dire, d'un côté, s'ils ils continuent l'exploitation, l'exploration du gaz de schiste, ça veut dire qu'ils vont polluer cette eau, ça veut dire que c'est une catastrophe écologique, humaine, sociale et tout. Ça, c'est un gros risque quand même, c'est même gravissime. Par ailleurs, il y a un deuxième risque, c'est celui de la répression. C'est-à-dire qu'on a vu que le gouvernement, il a déjà réprimé tout récemment les gens de El Saleh. Il a arrêté des gens. Il y a Younes Kine, habitant de El Saleh, il est mort, c'est vraiment bien. Donc le risque de la répression, de la violence de la part du gouvernement, il est énorme. Du coup, voilà ce qui fait peur. Maintenant, est-ce que les sociétés, les experts américains qui vont aider, etc., bien sûr que ça, c'est juste de la communication, en fait. Hein. Ils nous présentent des experts qui sont tous liés plus ou moins aux industries de l'énergie, et ces gens, ils sont experts, mais au profit de ceux qui les payent. Et du coup, ces gens-là vont nous raconter n'importe quoi, comme quoi Rastakhri, c'est bien, il n'y a pas de problème, etc. Mais en fait, ces gens, ils sont payés par les sociétés qui veulent explorer ce gaz, qui veulent vendre leur technologie. C'est le cas, en fait, le cas algérien, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on a affaire à des sociétés, ils veulent forcer le gouvernement algérien à faire ce genre de choses parce que derrière, ils vont vendre une technologie que le gouvernement n'a pas, que son attaque n'a pas. Et c'est un très, 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 très gros marché. Et voilà ce qui motive les experts dont tu parles, en fait, et qui ne sont experts que au profit de ceux qui le payent. Hein. Voilà. Non. Samir, أقدني غثن ميرتيك ثم قرات ثم غلية جين إذا دفكيض أدي سمحظ وياك سات لغطس أنو الحارج مثنا منتصر أبطرون وجين ذيون نغمس ما ناسي ثمور ثن الجزائر سيني غمرح بيسك سي منتصر عسلمينك سي منتصر الحكومة أدقار باللين أدقار ولاش الخوف مرد مقل يعني مرد نقلب خاطر شتنك نتساث ذا قلبه تقلبه في الغاز دوشيست باش تزر شحال يسعى الجزائر سي الغاز اكين تنك وتتسفو غارة دونك ذا شون الخوف يقلان اشي مين يدفغن الغاشين ار برا ذا شارة ديني سي منتصر ابطرون فوالاقي اولا غير ديني باللي الحكومة نفس كيزير بدل الاكسبلوطاسيون سعادي كونترا سو حليمانيس سورا ميز بضميت يعني الدونيس بدات كومينيكي لو غاز دي شيست دي ديجا سي سي تي غدورين سورا نكلين تخمم بلي تي غدورين اي تي فات اكسبري بور انجاجي تامور دي الاكسبلوطاسيون دي غاز دي شيست دولة أخدمة لي زيتود نورمالمون قبل ليكسبلوطاسيون تخدم لي زيتود لي ريبركسيون ليكسبلوطاسيون يا كين غاز دو جيس في العباد في الطبيعة لي زيتود هاكي تخدمنا راه سي غادي سمير قبلي وي لا غيزون دي زوتورا في ابل ا دي زيكسبير افري دير كي نو كي سون دي مومبر دو لوبي l'énergie, le gaz de schiste, surtout la Pennsylvanie, mais ça doit être quelqu'un une seule vision d'exploitation.
الاولى كيبقى الحكومه بلي اولى بالستر تم تعاون هذه دي تيليفزيون دي لابيات ماتراكي افيك لي شين بريفي توازن ديجا ما با مارشي يعني بغا الناس كي تبان مدن وتنهارها ولا بظن لي شوا لا ريبريسيون شوز كما فيو سامدي قدام دي عين صلاح الى مور دي جون دو 33 زاني لو كان يساني زعما الحكومه بابا فيش نجم موتا من يسن وبغي غير التعويض بغي كان تمر فيو اترونونسي الغاز دو جيس لا ويجي اكل دوغري سون كومبرومي جوسكو يبغى علي هذا هذا نضادو يبدو ان الحكومه يعني بغات تكمل بالسيف ان شاء الله تهوي باسكو لي ديكستر لي دبي اذا كنا ما تهضروا بلا سيدنا سمير وانا غير نهضر على بابي باش نداوي دي سوسيتي دو سيكوريتي كسن دي سوسيتي كسن مام فين سيرتي بارتيسيبي اون ايراك نعم باش نداوي دو نوفو زاباي دو ريبريسيون pour nous empêcher de dire pacifiquement dans le gaz de نعم parce que ça nous va jouer la manif نورقلا شاك جور كوديو في دي مانيف دي عين صالح دي مكان نظام كيني مان صندي سي موان نغزرير باللي لو بابل الجزائري إلي كونتر الغاز الصخرية كي لو كان الحكومة تستني فتخدم ميم ميراندا يخدم من إيه ستة أسيدي نعم صالح فيك بغا سيسة الشعب باقي نو فايما نغزر دوفون في سيتياسيون دو فورس بين الجزائرية اللي نورمالمون تحمي الشعب الجزائري تم الشرعية السكس أتانا أزغي غارة جاسكو أن أنبذ ما طور لا ريبريسيون ياكي أن ما طور التاوي دي فرنسي التاوي دي زاميريكا مش هاري بريمين الشعب الجزائري الحكمة يعني أوني توس كومبليس باش يلاكا يفقد الشرعية نعم على الشرعية les élections, si j'ai envie de dire, toutes les élections y gâtent dès que c'est le chic, dès que c'est le bourrage des urnes d'où la Jazaïria le moutard que oui, n'a-t-il le 25 septembre à l'université à temps qu'il y a un acte si c'est peu l'ASF qu'il y a un acte Jazaïria n'a jamais qu'il y a un acte les élections sont toujours ici bouclées à partir de celle du 25 septembre 1962. نعم السي منتصر نوالا داير كتشيني ذاني تهضرت فلاس نوالا باللي الشعب الجزائري سلكماليس يوغين الغاز دو شيستاكين ابار وكادي قدان اكدو زافو وكاد نود نهضر على فلاسن ولكن يعني اغلبهم اوغين الغاز دو شيستاكين معناها لنتولي دو لوتر كوتي لنتولي الدولايكين ثيث لحوم باش كني غادي تسوفا يبغى نغور يبغي وغدود يدرا نشتاقي داير هضر نتيد لاني مسناوني سيدي هضر لان وكاديك قد شن دي السرسيت هضر نتيد ناند باللي الملف الغاز الصخرياكين يفغى فوس الدوله الجزائر يدرا تشاطر ديك الشيء الرايكين زمزم سي ما باليك دو اتونسيون كاين الجزائر هذا نزل في مولا سعنا راه البترول وسعنا راه الغاز وسعنا راه الـ ESG وقبلنا راه باش يزيد ديك الاكسبلوطاسيون ديال الغاز باش يزيد ما بالك في الكلي خلا تموت اوني ان بي بترولي كوم ما اوني با دي بري بريمي او موند تاع البترول تاع الغاز الغاز اشي ما اشي مي دو ريكور الاستغلال غير التقليدي الاستغلال غير التقليدي سي اون ديستركسيون سيرتان بور اون تري غراند ماب دو بارمي لي بلوز امبورتون دو موند الشعب الجزائري يوعى يظهر بلي سادس اصدقائي من اصدقائي من الارض يعني لاتار ومان لي جون سكان الشعب العين صالح اللي غبرتو من كلية الزرار بلي التوكيليز الميستري الكنز الحقيقي في الارض ياكل ومان ويجي بغانا نفس الغان بغانا بوليين ما بوليين ما نابوليين الارض تاهم غمار الحياة اي مغان كلش اني الشعب الجزائري اني تري كونسيون ميم اين لازمني ما درنا زعما ديبا ديكستر لي ديكستر جو كلاف لي ديكستر كي ديفوند لو غاز دو شيست
بروف فاسيلمون فاسيلمون بلي الهضره الفن ولات ديك الصداع اللي راينو باش نظهروا باش ندير في الغاز اون بو با امبيشي امن باش تسبنا يلا لي بروبليم كيميكي يا اوكين مانيير يلا نقول لنا ما تقارن بلي صيغه الديبا ديال عين صلاح كل يوم ملايين سلمني دي اكسبير ils ne sont pas contre le gaz de schiste d'une manière brutale parce qu'ils peuvent voir à ce qu'ils se dérivent. Ils sont contre l'exploitation par fracturation hydrique, fracturation hydrique, ou de chimie. Est-ce qu'il y a une autre technologie qui permet d'exploiter ce gaz blâme de l'usine à l'huile ou la chimie de la chimie? C'est parce que là, elle s'est engagée, elle cache beaucoup d'informations chères, donc le débat est déséquilibré, ou le etc. Le Hukumat Skidib, le Hukumat Skidib, le Hukumat Skidib, le Nivamagi, où il s'arrache la charia, le Nivamagi, il s'est dit complice, Zabania, qui l'a corrompu, qui ont bénéficié de la part, la Hounidis, mais il ne représente, il ne pourra jamais représenter 10% de la population. La majorité de la chambre الجزائري للحلال غير الصغري ويذكروا لك اي ناس اللي هادشي من موت الشهداء باش راني لي 19 ايام زاد زياده فهنا دي من حلال غير الصغري هذه زعفر التراث الفولي ومحلوي اتراجوغ لاشي كيز من فوتي لانكور فيرتي دو سون سي ابسورد بيتاتر مي اوني دون اون سيتياسيون دو بلوكاج افيك ان بوفوار كي تو ان بوفوار كي qui n'a rien de national, je le dis, qui n'a rien de national, un pouvoir des forces de sécurité au Sénégal pacifique, il y a des installations sur ordre d'Ali Bourdon, de société, pour moi, il n'a rien de national. Non. Même le GIS Madron, le GIS Zahiri, il a comme ça, le GIS Salif, le GIS Tahrir, le GIS Tahrir, c'est pas une armée professionnelle de mercenaires. دي ميليطون الجزائريين دي فلاحين روحهم باش ندفعوا الفلاح فانا بغا نصغر من الموازين ربي يصغر. بارك الله فيك سي منتصر وكيدك مثلا منتصر ابترون اما كاين اذا ودني غدا نغمس سي ثمورث من الجزائر اسيني غثان ميرتيك ثم قرات اف ثمغليه كينك هذو غالا غارك مثلا ام قران الاخضر اكوذنا سي قران نعم سي قران اسقسينو توال مذن كارون ام هي تولين سي قران يعني ازفو يقين ام كيتي تولي في ظل الاحتجاج تاع غير كي قلان ان بو بارتو ديال الجزائر سنس تاكين سنس تاك القانون الميلاد كما كاين ديال مي لي زليمون ساعه ما تولي اكدوز اكسي مناطين تموت يتفقد ويتعقيد طلب في ذلك كان ينسى من المراد اللي باللي سنسف من الوقت كان ازابو يجين وزميرالا امزرين تونيس وزميرالا يمكنت باللي ازابو اكل ميلا توك لي ديكتاتور غليت ميلي وجدود يفرض يقار دوليت ويطلب في ذلك كان ينسى اين السلام كان كوني بشكل كي تمسات اسكفون يتلويت زابو ديو غالا العقلي ناس اللي يفهم باللي تموتنا غير كوليجي تموتنا غير شوفين ماشي زين النظام ونزميرا انا راح تموتنا مسالتي انا ديوين تزريم في وكني كي زابو ديك فيماني في وكني كي كنقارن بيك يعني القرار نتمو في مران برا سمي لي باسا سيين دايرنا حوايج كل راوي حوايج وكنيكين ادفا يتواري تاجي حوايج كان ويت حوايج وكنيكين اتظر ذاتا مران نيران حوايج وكنيكين تبنيو الدوله يقوان الدوله نتو يعني نيطا بالدروا يعني نيطا ديمقراطيك حوايج تموت لنا وكنيكين دايرين ابناء
سالتيت قلنا لهم سالتيت اتيا وين كانك قارن حتى جدود على بنينا واليس تفرانين اندرالي تفرانين تي حريين دان شتاقين كنين سلام ارا ونطبعطينا جين نتوضى نتموت من جنوب في كندا كنقارن تفرا اطاس نتبراتين ارا تعقيراني وكني كين هذا من الارض جاوني زي فانا اوكي تبوت لنا غيثلوك المزاير خاطر موتا موتا كلها شحال بمليان وكني كين داوي الحولين داوي دي اللين سوا كنا نستقل ما كين هالساقين ارانا راح كنقارن الاستقرار نتموت عن الاستقرار نتموتا كين على الجال الحاجة ومزمرة يعني ودي تسوينا لها الخير الساقين عطاس يتموت النار عطاس نبحي الموت النار مادا نتموت النار ساعة عطاس الخير سداو نتموت سفلان نتموت سداو نتموت مازال إلا البترول مازال لنا لمينرية ما إلا تحاولتي سفلان نتموت لا سلاح صحراء يجين زمرتنا ثمرة سلاح زمر ثمرة قلنا زمرة تعيش تعيش ثمرة 40 مليون الغاشي ماشي كان هنا كاين انتورا دونك كنقارن في لا قنسل وغلوز الناغي وعبد الغلوز الناغي إجلان ثمرة قلنا سوى دا خطر نوع نين من روح اسمين كنقارن إن روح اسمين نعني عدان اسمين نعدان العين صلاح أجوز من العين صلاح إن يغد سلطة بما كاينين عما كنيكي نقاش مولا القبيل أما رضو الله نكونوا زيرو فروضو بارك الله فيك بلنا بارزان وزلان بصحو وكن نرى وقونا لا وكن الزيرة تغلي وكن يكي الزيرة تغلي خاطي الزيرة تقيد زيوس 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 بارك الله فيك سي أمقران الأخضر وقي لدى كنا غسيل زير نغدم سلاذن الجيل الجديد يقيميت كان ان يمين بوض ارتقر النوفا بوساقي يقيميت كان اكون شكرا كونوين اكون تكون مثين يقيمن يعني تظفر مانا دو ثقيم ميذنا ارميث كفا النوفا يقيننا اما كنين ارى شكرا يمثنا ام قران الاخضر ام سلاذي الجيل الجديد يمثنا سمير بلاتاش وقي ذنغماس سي فرنسا سي باري اما كنا نشكر مثلا منتصر بطرون وكذا نغماس سي الجزائر مثلا سفيان الجلالي وكذا سلواي وكبر جيل الجديد لان ذي ورقلا نا وراديك بوذار ورقلا ميذ قبريد ذي روحها ورقلا اما كنا نشكر مثلا هاني حكيم وكين ذي ونس وكذلك قدشن باش سوجدن تمسكانت وزكا اريلين ذي ورقلا اما كنا نستغرى ثمثني وقلان دي الجرافيك نغي قلان دي الجاليري او نيد باش كني ادن سالين نوفا نغ بوساكين ثملي لي ثيذون ازكى لو انا ما يبغى ربي ذي تغطيه خاصه انزر ذا شو يخدم من وثمه النغ ذي ورقلا ارجو ثنا يوزكا سياري مير نذون دي نغ جيخ كون ديل هنا يركو قديدا دي تولين تي قديدا دي تولين جيخ كون ديل هنا ذي السلام ربي